طيب هنروح للكرة الطائرة خلاص يعني، وأخيرا يعني الحمد لله بعد أن يعني بعد أن استفاق الجميع، اتحاد كرة الطائرة افتكر أن يعمل قرعة الموسم الجديد. أو والله زي ما بقول لكم الموسم الجديد لسه بتتعمل قرعته دلوقتي. أنا على فكرة بقول خبر أن اتحاد الكرة الطائرة اللي زي ما أنتم شايفين إحنا كنا أول ناس الحقيقة يعني انتقدنا أمور كتيرة، أنتم شايفين يوم بعد يوم بيبان أحداث عاملة إزاي. فالحقيقة اتحاد كرة اليد كرة الطائرة لابد أن يراجع نفسه. الحقيقة اللي بيحصل ده يعني كتير. طبعا القرعة اتعملت من يومين، أنا عايز أقول لكم الدوري هيبتدي في الأسبوع الأول من 11 رجال وسيدات، في الوقت اللي السلة بتلعب تالت بطولة، اليد بيلعب بطولة عالم، لعب أفريقيا ولعب سوبر مصري وراح يلعب، وهتخلص بطولة العالم لكرة اليد ويرجع يبتدي الدوري البطولة الرابعة. ولسه الطايرة فاكرة، اتحاد الطايرة ولجنة المسابقات فاكرة دلوقتي تعمل القرعة. خليني أقول لحضراتكم القرعة. النادي الأهلي فريق الأول للرجال وقع في المجموعة الثالثة مع أندية بتروجيت مصر البترول الترسانة اسكندرية البترول بنها. خلينا يعني فرق كتيرة المجموعة، 1 2 3 4 5 6 فرق أهي مجموعتنا أهي، ودي صورة أسطورتنا طبعا عبد الله عبد السلام أفضل معد الحقيقة جيب مصر، يعني مع احترامنا لكل الجميع يعني. طيب المجموعة الأولى مين؟ احنا جينا في الثالثة. المجموعة الأولى الزمالك، سموحة، الشرقية، الدخان، دلفي، المنيا، الإعلاميين. المجموعة الثانية الاتحاد الاسكندري، الطيران، الزهور، سبورتنج، 6 أكتوبر، الصيد. المجموعة الرابعة طلائع الجيش، اليوبلس، الشمس، القناة الداخلية، جزيرة الورد. غالبا هيبقى نفس النظام بتاع السنة اللي فاتت، أول ثلاثة هيتأهلوا والثلاثة اللي تحت هيلعبوا على ترتيب المراكز. بتهيألي السنة اللي فاتت صح كده؟ أه هيحصل كده. فأنت عندك أربع مجاميع في 3 ب 12 هيطلعوا، و12 تحت صف يرتبوا مجاميع، يرتبوا بعد كده يلعبوا على الهبوط. الفرق بس برضو انا معترض على النظام ده بصراحه، لان في فرق 12 فريق بيرمي الفوطه بعد شهر ولا شهر ونص ويلعب على الهبوط. ف يعني كان لازم يعني يتم النظر شويه في او تغيير، الله ما علينا، هو دي بس هي جت على دي. اللي اقصد اقول لكم انه يعني الاسبوع الاول من 11 بتتكلم في 5 ماتشات رايح جاي، يعني بتتكلم في ماتشين في الاسبوع، يعني بتتكلم في 10 5 اسابيع. الدور ده هياخد له كده 1 2 3 4 5 هياخد له 5 اسابيع، ده لو ما فيش راحه في النص، يعني تاخد لك بتاع شهر ونص، يعني تخش في شهر اخر 12 وبعد كده تلعب لك حبه حلوين برده كمان، يعني تيجي تلاقي نفسك ايه الدوري بيخلص على شهر 6 7. وده مقصود، ده مقصود 100%، ما تقوليش ان ده صدفه، مقصود 100% عشان زي ما انتم عارفين المحترفين اللي بره يكونوا خلصوا الدوري بتاعهم ويلحقوا يجوا.